جهات سيادة الرئيس امبارح تضمنت زيادة قيمة المعاشات المصروفة لأصحاب المعاشات، وده اعتبارا من شهر إبريل القادم بنسبة بتصل ل 15%. بالفعل يا بسنت، زي ما قلت ده خبر بيهم جدا كل أصحاب المعاشات. الاهتمام ده ربما بيعكس اهتمام السيد الرئيس بهذه الفئة وحرصه على الدعم المباشر لكل الفئات المجتمعية، وأيضا على حماية منظومة الدعم للأسر المصرية بأكملها. احنا معانا على الهاتف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، عشان يكلمنا على هذه الزيادة بالتحديد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الخير يا استاذ الفندم. صباح الخير على حضرتك يا سيادة اللواء. يعني في البداية حابين نعرف من حضرتك ازاي شفت اجراءات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح وازاي؟ الحقيقة يعني الواحد لا يملك غير انه يتوجه بالشكر والتحية والتقدير لفخامة الرئيس لإحساسه المفرط بهموم المواطن العادي. طبعا كلنا عايشين الأزمة المالية العالمية ومأثرة على الناس كلها، والحقيقة دايما هو سباق باتخاذ قرارات سريعة وبدري قبل ما الأزمات تتفاقم. يعني فالحقيقة حزمة الإجراءات اللي خدها امبارح، خليني أتكلم على ما يخصني أنا بحكم عملي. موضوع المعاشات ده موضوع في قلب وعقل فخامة رئيس الجمهورية، ويمكن أكثر من مرة لفت النظر في كلماته اللي بيلقيها أثناء الافتتاحات المختلفة، مما يدل على اهتمامه بهذه القضية وإنه مشغول بهموم أصحاب المعاشات. فكل الشكر والتقدير للسيادة. طب يا فندم، يعني كلنا عارفين دايما بيبقى فيه توجيهات رئاسية، وبعد هذه التوجيهات بيبقى فيه نوع من انواع التطبيق، زي ما بنعمل كده قانون، وبيبقى فيه زي ما بيقولوا ايه اللائحه التنفيذيه للقانون. ترجمه هذا الامر على ارض الواقع، الزياده هيتم تطبيقها اول ابريل، هل في حد ادنى حد اقصى للزياده؟ كم عدد المستفيدين؟ كلمنا في التفاصيل يعني. تمام. هو طبعا التكليفات بتصدر لمجلس الوزراء، وان شاء الله يكون في اجتماعات مكثفه خلال هذا الاسبوع لحصر كل الاجراءات المطلوبه لتنفيذ هذه التكليفات، اللي منها كما سيادتك أشرت التعديلات التشريعية. لازم نعمل قانون ونروح لمجلس النواب، لأن المفروض أن الزيادة دي بحكم القانون بتنفذ في شهر 7 من كل سنة. صحيح. فقرار فخامة الرئيس أن تفكير الصرف يبقى في شهر 4، دي محتاجة تعديل تشريعي. تمام. بالنسبه للحد الادنى للزياده، احنا طبعا الزياده نسبتها 15%، والموضوع سهل خالص. يعني كل صاحب معاش يضرب معاشه في 15%، هيديله نسبه الزياده بتاعته. يعني ما فيش حد ادنى، هي 15% على جميع المعاشات. بحد ادنى 170 جنيه، حدها الادنى 170 جنيه، حدها الاقصى 1635 جنيه. اوكي. يبقى دول الحد الادنى والحد الاقصى. فهقول مثلا صاحب معاشه 2000 جنيه. هنضرب ال 2000 في ال 15% هتطلع 300 جنيه. يبقى في شهر يوم 1/4 ان شاء الله هيحط كارت صرف المعاش بتاعه في ماكينه الصراف الالي، هيقبض 2300 جنيه. اللي معاشه مثلا 4000 جنيه هتبقى الزياده بتاعته بحدود 600 جنيه. وهكذا تتدرج قيمة الزيادة حسب قيمة المعاش المصروف، حدها الأدنى 170 جنيه، حدها الأقصى 1635 جنيه. طب احنا يعني تاريخيا كده آخر زيادة للمعاشات كانت إمتى وكانت عاملة إزاي، علشان برضو نعرف القرار ده قد إيه يكون مؤثر؟ أنا بشكر حضرتك على السؤال ده. الحقيقة يمكن هتستغرب إن احنا من 4 شهور فقط كان تدخل فخامة الرئيس وقال ندي منحة استثنائية لأصحاب المعاشات قيمتها 300 جنيه، وصرفناها في 1/11/2022 من 4 شهور بس. دي كانت تكلفتها 32 مليار جنيه في السنة. 32 مليار جنيه في السنة. فإحنا عملنا خلال السنة اللي فاتت بس في 1/4/2022 عملنا الزيادة برضو، فكرناها وكانت نسبتها 13%. بعدها بست شهور
صرفنا منحة استثنائية شهرية كل شهر ومستمرة مع أصحاب المعاشات بمتعة 300 جنيه بتكلفة 32 مليار. ودلوقتي في شهر 4 إن شاء الله هنزل 15%، ودي تكلفتها هتبقى كبيرة شوية لكن إن شاء الله ما فيش مشكلة. تكلفتها السنوية هتبقى 55 مليار تكلفة ال 15% دي. وفي نقطة اللي هي تكلفة التبكير بقى، إن إحنا ال 55 مليار دول كنا نتحملهم لو الزيادة جاية في شهر 7، إحنا هنصرف الزيادة بدري 3 شهور. تكلفة الزيادة في 3 شهور دول حوالي 14 مليار جنيه. المجمل القرارات دي عشان بس نعرف مدى أهميتها، والقرارات دي هيستفيد منها 11 مليون صاحب معاش ومستفيد. 11 مليون. 11 مليون. فالحقيقة يعني قرارات أسلكت صدر أصحاب المعاشات في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنعيشها. نتكلم على زيادة على الدولة بتصل ل 55 مليار جنيه وزيادة مبكرة. يعني احنا بنشكرك سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، شكرا لك يا فندم.